مسلسل دفعة لندن يثير غضب العراقيين عند عرض الحلقة الأولى منه والسبب إليكم التفاصيل. أثارت الحلقة الأولى من مسلسل دفعة لندن كثيرا من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن بعض المشاهد تحتوي على إساءة للشعب العراقي، فيما تابع آخرون الحلقة بحماسة متوقعين أنها كانت بداية موفقة للعمل. وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة الأولى من مسلسل دفعة لندن الذي يروي قصة مجموعة من الطلاب العرب المغتربين الذين يدرسون الطب بإحدى جامعات لندن في فترة الثمانيات، ويحمل كل منهم أفكارا وقناعات ومبادئ مختلفة عن الآخرين، ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة من الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة. لكن على ما يبدو فقد أثارت أحداث الحلقة الأولى تحفز عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنها مسيئة إلى المرأة العراقية، فكتبت واحدة من المتابعات على تويتر: الإخوة العراقيون المهاجرون إلى لندن في فترة الثمانيات والتسعينيات، هل خدم أحدكم في بيوت العرب تلك الفترة؟ هل شتم أحدكم عربيا أو كويتيا وقال لهم حرفيا تبا لكم؟ تستحقون السرقة. ماذا تصر الدراما الكويتية على إظهار العراقيين بصورة سيئة دائما؟ بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم.